this is really, really dangerous for them. We need to move out because their lives are in danger basically right now if their faces are revealed. Okay, yalla, I think we need to... ما تخافش ما فيش وشح بلعش مش عايزين يلا السلام عليكم اسحب. I'm in a tunnel under Gaza's border with Egypt that will be used to smuggle contraband into Gaza. It takes up to 40 minutes for these sleds to make the mile-long journey from deep inside Egypt to Gaza. On this night, only a dozen shipments made it through. One carried medicine for one of Gaza's main hospitals. Another sled had potato chips. This is only a fraction of the goods that used to move through the border when there were thousands of tunnels. Even though we're 30 meters underground right now, there's electricity, there's microphones that they have connected here so that they can communicate. But of course, at any moment, this could collapse or even the Egyptians could bomb us. The tunnel will be used to smuggle goods to the Palestinians living here under an economic blockade. هتوريني على الأنفاق؟ تفضل. يلا إن شاء الله. يلا بسم الله. جميل. أوكي. طبعاً يا لينا. الشريك المصري أو عشان تعرف حتى تبطل الحفر على ناحية المصرية بتعرفه إزاي أنت تحت الأرض؟ احنا بنقدم مثلا هو مكانه جوا بقول لك انا بعيد عن الجدار المصري حركه 500 متر احنا بنقدم من الجدار ال 500 متر بنطلع له بمصوره فوق من تحت نفحرها كده من تحت ونطلعها فوق بشوف المصوره بقول لك ايش انت وصلت الهدف بنطلع له وفي عندك اهالي الناحيه الثانيه الناس اللي بيساعدوك هم يعني رفح رفح دول قرايب بس في خطوره طبعا لو لعته وممكن لما مسك واحد منا في النفق المصريين اعدام على المطرح فعلا يعني وضعنا صعب صعب بنخاطر في حياتنا بنموت تحت الارض بنجري زي بلا ما الله يعزك الفيران يعني عشان تحطوا السلوك دي و دي هذه ايش حركه التوصل اللي هي بين ال مش مشكله بين العامل اللي بيكون قاعد على البير واللي قاعد على الوصله الثانيه النفق ده عشان تبنوه أخذ وقت منك قد إيه؟ بأخذ وقت يعني مع تسعير رب العباد اللي هو زي 6 شهور 7 شهور حاجة زي كده. I meet a 15 and 16 year old who have been digging tunnels for more than 2 years. عاملين يدمروا الانفاق بيفجروها او بيحطوا ميه فيها او بيحطوا قول لي على الكلام ده ازاي مصر دلوقتي بيبوظوا الانفاق بطرق ايه؟ في بيفحروا الشقة الثانية على الجديد تبعته بيفهروا بيار مية والنفق اللي بيخطوا فيه بيديروا فيه مية أو إذا كان شغال ومسكوا من الشقة الثانية بيحطوا فيه مفجرات وبيفجروا طبعاً النفق اللي بتفجر بيرجعش لأن ريحة التفجير بضل فيه وأي واحد بده يخشه هيضل مكانه بقول ها هذه ها ها يعني أي انفجار أي دب أي شيء طاحت علينا يعني تكسب كام في اليوم في الشغلانة دي؟ بدون 20 شيكل 30 شيكل 50 شيكل غيرك لو في شغل أنا بالنسبة لي وبالنسبة لكل الشباب اللي زيي لو في شغل غير شغل الأنفاق ما حدش مجبر إنه يشتغلها بس مضطرين غصبا عنه أبويا كبير في السن وعيان وأنا الوحيد اللي بصرف على البيت طب أنا لو ما اشتغلتش من وين هيا؟ خير يلا يدينا Alright, here we go. We decide to head further into the tunnel closer to the Egyptian border. So basically, they use this machinery over here to pull in bags of sand so they can dig in deeper and get further into Egypt. These workers don't want to have their faces revealed. So this is really, really dangerous for them. We need to move out because their lives are in danger basically right now if their faces are revealed. Okay, yalla, I think we need to... ما تخافش, ما فيش وشح بلاش, مش عايزين... يلا, السلام عليكم.